بخصوص الجولة اللي قام بيها مديرين الأمن في المحافظات المختلفة، احنا معانا على الهاتف مدير أمن الفيوم اللواء ناصر العبد. سيادة اللواء مساء الخير. أهلا بحضرتك سيادة اللواء، يعني أرجو إنك تقول لنا كده الجولة اللي قمت بيها النهاردة. أولا، هل الجولة دي هتفضل مستمرة على مدار الأسابيع القادمة؟ هتكون ما بين الحين والآخر؟ هتكون بشكل يومي؟ إيه التعليمات تحديدا اللي صدرت من وزير الداخلية في هذا السياق؟ هو طبعا الجولة دي حضرتك عشان برضو نوضح لسعادتك الصورة من النهاردة، بس احنا بدينا بيها بقالنا مدة جدا، ودي كان توجيهات من السيد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية من مدة لضبط الأسعار في الأسواق. من قد إيه تقريبا يا فندم؟ نعم يا فندم؟ من قد إيه تمت يعني بدأ التعليمات دي؟ احنا من حوالي بالضبط حوالي 25 يوم واحنا في هذه الجولات المستمرة لضبط الأسعار. وده توجيه، وانت مش عايز نقول لحضرتك ان السيد الوزير بيتابعنا شخصيا في ضبط الاسعار في السوق يوميا، والاسعار اذا كان في سرعه بترتفع او بتقل. لكن الحمد لله احنا في الفيوم هنا برضو كان في توجيه من سيادته ان نعمل منافذ لبيع المنتجات طبعا للمواطن باسعار الجمله، ويمكن في كذا منفذ فعلا تم طرح في هذه العبوات او السلع، ولقيت فعلا من المواطنين اقبال كويس. والحمد لله ان الاسعار في الفيوم زي حضرتك ما شفت او عرفت من المواطنين، الحمد لله في اسعار في يد الجميع. وده كان طبعا طب بس معلش ست لو، يعني حضرتك بتقول لي ان التعليمات جت من 25 يوم، ومن 25 يوم حضراتكم انطلقتوا بالفعل وبداتوا تحاولوا تسيطروا على الاسعار في السوق، اما ليه خلال ال 25 يوم اللي فاتوا كانت شكوى المواطن لسه مستمره من ارتفاع الاسعار؟ لا، عندنا سعادتك في الفيوم لو سالت اي مواطن هتلاقي ان فعلا احنا مستمرين بهذا الموضوع، مش عايز نقول لسعادتك يمكن قبل 25 يوم كمان، وخاصه في العيد الكبير لما بدا طرح اللحوم بمعرفه وزاره التموين والمحافظه، وكنا بنمر ويمكن صورنا واحنا بنمر مع يمكن برضه مع في المحافظه مع السيد الوزير ومع بعض الناس، وكنا يوميا بنعمل اختار للوزاره. زي ما قلنا لحضرتك كان سياده الوزير مجدي عبد الغفار متابع لنا في هذا الكلام، وبدانا استمرنا من بعد موضوع العيد الكبير واحنا مستمرين في هذا الجولات عشان ضبط الاسعار. لو طيب اللي مش ملتزم يا فندم، اللي بتكتشفه انه مش ملتزم بالاسعار المعلنه، ايه الاجراءات اللي بتتم معاه؟ يا فندم احنا عندنا على طول بيبقى في اجراء صارم وحازم، وهو عمل اجراء قانوني وعرضه على النيابه فورا، وخاصه لو لقينا في السلعه منتهيه الصلاحيه او عدم اعلان عن الاسعار في بعض المحلات او في اي مكان، وايضا لو في لقينا في تخزين من بعض التجار الجمله لتخزين بعض المنتجات. دي تعليمات واضحه وعرفوها جميع المواطنين في الفيوم. واقول لحضرتك حاجه، يمكن اجتماعنا يمكن عملت كذا اجتماع مع تجار الجمله، صراحه الناس ابدوا استعدادهم للتعاون معنا تعاون كامل، وفعلا من بقول لحضرتك من ساعه ما خدنا التعليمات من اكثر من بقول لحضرتك من العيد من السيد الوزير، وفعلا اجتماعاتنا ولقاءاتنا مستمرة مع تجار الجملة، وده اللي خلى الحمد لله الحالة الأمنية في الفيوم وخاصة في ضبط الأسعار الحمد لله نجحنا فيها. ويمكن كل دلوقتي مواطن وخاصة المواطن البسيط بتوصل له الحاجة بالسعر الرسمي، ومش عايز نقول ساعتك وأقل من الرسمي حاليا. طيب حضرتك عملت جولة النهاردة أو امبارح برضو؟ تمام يا فندم، امبارح واول وكل يوم انا في جولات. وقع يعني اتكلمت مع المواطنين برضو وقلت لهم ايه رايكم في الاسعار، هل في اسعار مبالغ فيها ولا لا، مش كده؟ تمام بالفعل، وفي مواطنين مش عايز نقول لساعتك انا كنت في مكان وسمعت الزرغوطه من المواطنين بمجرد ان انا وصلت وشافونا وشافوا الاسعار، انا نفسي شفت الاسعار بنفسي وسالت كل مواطن. انت اخترت الناس اللي طالعه بعد ما اشترت وطلع وبعد ما دفعت الفلوس وقفتها وتناقشت معاها وتاكدت من واقع الروبوت اللي معاها الفاتوره اللي معاها ان فعلا الاسعار في اللي الاسعار المحدده واللي مكتوبه، ويمكن في بعض المحلات كانت كاتباها بطريقه او بورقه صغيره، لا بدات فعلا تتوضع بورقه كبيره بحيث ان كل مواطن يشوفها ويعرف سعر السلع اللي هياخدها ايه. رائع. طيب كان وقع كلمه الرئيس السيسي عليهم ايه، وتحديدا لما قال انه اخر هذا الشهر
هيكون في منتجات هتطرح من خلال القوات المسلحة المصرية وبتعاونها مع الحكومة بأسعار مناسبة للجميع. طبعا كلمة سيادة الرئيس يمكن خلتنا كمان فعلا ادتنا نشاط وادتنا اكتر كمان ان احنا ننزل ونتاكد من اللي احنا كنا بنعمله. فعلا الحمد لله المواطن حس بهذه الكلمه وكل الناس قالوا طب احنا دلوقتي الحمد لله اسعار كويسه. قلت لهم ان شاء الله على كلمه السيد الرئيس باذن الله على اخر الشهر ممكن تكون الاسعار كمان بقت اقل من الاسعار الموجوده حاليا. كانت لها طبعا ردود فعل كبيره جدا عند المواطن البسيط. المواطن اللي هو بيدور على ازازه الزيت والسكر والرز. بقول لحضرتك انا دخلت محل رز التموين ب4 جنيه لقيت محل عامل عرض الرز ب2 جنيه ونص. انا نفسي يعني التجار حضرتك شايف كمان بعد كلمه الرئيس نزلوا الاسعار بيحاولوا يعني يخلصوا اللي عندهم زي ما الرئيس قال. ما بالفعل فعلا في ناس نزلت كمان في الاسعار في اسعار الخضروات. انا كنت في سوق الجمله لقيت طبعا الخضروات نزلت نزله كويسه جدا بقت كمان احسن واحسن. وان شاء الله بنتمنى انها تكون الاسعار كمان على قبل اخر الشهر زي سياده الرئيس ما قال هتكون اقل. المواطن البسيط عايز فعلا السعر اللي يبقى في متناول يده عشان يعرف ده قوت يومه وده الحاجه اللي بيعيش عليها. واحنا بنعمل بكل جهد لنا ان احنا فعلا نوفر للمواطن عامه وخاصه المواطن البسيط كل سلعه متوفره بالسعر المناسب اللي في متناول الجميع. تمام، بشكرك شكرا جزيلا اللواء ناصر العبد مدير امن الفيوم. وعايز اقول لزمايلي يعني عشان نسمع زغاريد كتير حلوه كده زي ما سمعها سياده اللواء، تعالوا نبعت كاميرا للفيوم برضو عشان نعمل جوله في الاسواق هناك ونسمع من المواطنين يعني ردود فعلهم وشايفين الاسعار مستواها عامل ازاي بالفعل.